قبل ما اقول لك انا بقى، انا عايز اسالك حاجه بس سؤال، اصل دي حاجه انا ما جربتهاش وقليل قوي اللي جربها فينا. ايه بقى؟ ايه احساس النجوميه وانت عندك 8 سنين؟ افتكر لي احساس ده، موضوع انا عايز اعرفه. كان غريت بقى وبتاع عملت كده؟ لا ما خالص، كان طبيعي جدا. انا كان اهم حاجه يعني النجاح ليا بواقف بغني في الفرح وشايف كل البلكونات سرحانه فيك كده ومبسوط. كنت دايما اغني غنوة، انا طول عمري مش عارف كئيب ولا ايه، كنت اغني غنى غنى حزينه. كنت الوقت ده ما تشرب ايه، اشرب ماله اشرب شاي ما في الاخر، ما احنا لقينا المهرجانات قلنا نجيب بالشاي. لا فكنت بغني غنوة حزينه قوي اسمها بابا يا بابا يا عز الحبايب، عارف، واقعد اغنيها. ده انا طبعا خدت علقه بنت لذينه لان كان ما يعرفش، وقالوا له في الفتره في الوقت ده كان مراقبني وعمال اغني في اللحظه دي، وبابا يا بابا كنت فين، وقولي بابا مات. وفجاه قالت لك ده بص انا جيت يا ابن الكلب، عارف انت. وعلقه كانت. بس انت احساسك كان وسط الناس لما كانوا عارفينك ان انت بتغني، كان جواك ان انت ما خلاص بقيت نجم وبتاع لا دي ما جاتليش غير لما شفت اول اعلان ليا في التلفزيون. كنت كان في واحد دايما شاعر، وهو كان حد في الشرطه يعني، بس هو كان عنده موهبه جميله، والراجل كان هو يعتبر رئيس مباحث الاسم بتاعنا، ففرحان ان انا طالع الاسم بتاعه ونزل عند رئيس المباحث وشاعر. عديت، وفجاه اول ما شفت الاعلان اللي هو كان البوم هاي كواليتي وانا طالع وزقرت كده يعني، وفجاه شفت نفسي في التلفزيون لقيت التليفون بتاعي بيرن. التليفون اللي عندنا كان مفيش موبايلات ولا بتاع، فجاه رديت لقيته يا فندم، قال لي هجيلي النهارده؟ قلت له لا ما افتكرش هجيلك الفتره. بقيت نجم خلاص بقى. قعدت عاقب نفسي بعد اللحظه دي، وحياه ربنا عدت ايه اللي بعمله ده. ف وقعدت مع حد يعني كان بيكلمني بقى لو انت في فتره النجاح دي، وبقيت اراقب الناس الناجحه ازاي بتتعامل والناس اللي بتتعامل. يعني في ناس لازم تقلدهم في حياتك، والله العظيم مش بقولها وانا قاعد بقولها، انا كنت بقلد اخلاقك وطبطك، ربنا يخليك حماد، وباخدها بطاقه صدقني اسمع مني وحياه ربنا بقولها لك بالامانه، لان دي حاجه يتعلمها اللي طالع واللي طالع واللي طالع. لان وفعلا مش هنساك يا ام الله يرحمك، كانت تقول لي كلمه قالت لي لما ربنا يرفعك درجه انزل 10 درجات.